حكومة السودانية طبعا هي حكومة تواجه الكثير من التحديات، وبالتالي هذه التحديات قد تكون ضمن أجندة خارجية. يعني الكل يعرف أنه هنالك، كما أنا أتفق مع ضيفك، أنه الإدارة الأمريكية دمرت العراق وهي من أدخلت العراق بحروب جانبية، وبالإضافة هي كانت الراعي للحرب الأهلية من خلال داعش والتشكيلات الكبيرة. بالتالي هذه الحكومة، حكومة محمد الشيع السوداني، أنا لا أشكك بنواياها، هي لديها رغبة حقيقية للعمل. تفرق عن حكومة الكاظم على الحالة؟ ليش أنتوا لا ليش أنتوا تستهدفون حكومة الكاظم وتقولون إلى أنه جوع الناس وغلى سعر الدولار؟ إذا هو الأياد الخارجية هي نفسها تستخدم تأثر على الكاظمي وتأثر على السوداني وتأثر قبلها مثلا كان على عبد المهدي والعباد، ليش تستهدفون فقط طرف معين؟ الدولار هيمنة أمريكية على العالم، أي والإدارة الأمريكية هي من تتلاعب وتفرض عقوبات على أي دولة تريد أن تخضعها أو تخضع قرارها السياسي. الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 4 مصارف واتهمت هذه المصارف بغسيل أموال. دكتور يصلح لك، يقول لك 7، ذلك عقود وهمية. وأنا أستغرب أين كانت المتحدة والإدارة الأمريكية كل تلك الفترة من بيع العملة عن هذه المصارف. لماذا الآن أوقفت وهذه المصارف، وبالتالي هي من تتحكم بسعر الصرف؟ ليش استغل هذا الشعار؟ ليش استغل وصار اكو عمليه ضحك على الذقون بالنسبه على الناس؟ احنا راح نجي نستلم لكن نسوي الحياه قمره وربيع، ليش؟ والناس بعد يعني ما تصدق. لا اعتقد انه اي شخصيه يستطيع بيده